إن التقرير الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي هو نتاج أفكار وتصورات واقتراحات صاغها المغاربة مع المغاربة ومن أجل المغاربة، بحيث اعتمدت اللجنة في عملها على منهجية مبنية على الإنصات للمواطنين والقوى الحية للبلاد وإشراكهم في إيجاد الحلول والمقترحات. وفي نفس الوقت وقفت اللجنة على مجموعة من المعيقات التي تشكل أهم الأسباب وراء ضعف مردودية النموذج التنموي الحالي. أولاً، غياب رؤية استراتيجية مندمجة وشاملة على المدى البعيد يتبناها كافة المتدخلين في مجال السياسات العمومية وتجعل كل طرف يتحمل مسؤولية بدقة ووضوح. فالملاحظ أن هناك ضعف الانسجام على مستوى تصور الإصلاحات وتنفيذها وأيضاً على مستوى تنزيل السياسات العمومية وتطبيقها، حيث يتم ذلك في غياب مرجعية مشتركة وبدون تنسيق بين الفاعلين، مما لا يساعد على تحديد الأولويات والأخذ بعين الاعتبار الموارد المتاحة والقدرات الحقيقية للفاعلين. ثانياً، بطء التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي نتيجة الانفتاح المحدود على فاعلين جدد أكثر إبداعاً وتنافسية وبإمكانهم الاستثمار في قطاعات قادرة على خلق مزيد من الثروة ومناصب الشغل. ويعزى ذلك أساساً إلى ضعف الضبط والتقنين وهيمنة منطق الريع في بعض القطاعات في ظل وجود نظام دعم عمومي يغذي ذلك، بالإضافة إلى ضعف تنافسية الاقتصاد الوطني جراء التكلفة المرتفعة لعوامل الإنتاج. ثالثاً، القدرات المحدودة للقطاع العام في صياغة وتفعيل خدمات عمومية ذات جودة وسهلة الولوج، خصوصاً في قطاعات مهمة تمس الحياة اليومية للمواطن، ويرجع ذلك إلى ضعف روح المبادرة وسيادة ثقافة الامتثال والمطابقة، فضلاً عن التركيز على الموارد بدل إلى أولوية لمنطق جودة الأداء والنتائج داخل الإدارة العمومية. رابعاً، الشعور بضعف الحماية القضائية وعدم القدرة على التوقع نتيجة وجود بعض النصوص القانونية غير الواضحة والتي تترك المجال واسعاً للتأويل، إضافة إلى ضعف منسوب الثقة في بعض المؤسسات وعبء البيروقراطية، مما يكبح المشاركة ويحد من المبادرة. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.